صراحة المشاكل ديال نادي الرجاء الرياضي مشاكل إدارية، مشاكل تسييرية. كنشوفوا بعض الحكام اللي كيجيو على أساس باش كيدخل بواحد البروجي أوتوماتيك ما تيعرفش كيفاش يسير، كيكونوا انتدابات غير في المستوى، اللاعبين غير في المستوى، تتسير حتى المكتب اللي كيكون يعني اللي يعرف كيفاش يجري الأمور في المكتب ما كايناش. كنظن بان هاد المشاكل كلها خص الانسان خصو يعرف كيفاش يجري الامور ديالو، وانا ما كرهتش شي سبونسور يكون صحيح اللي يعرف كيفاش يجري هاد المشاكل كامله، وما يبقاش داك الوعود الكاذبه غنجيبوا لعابه في العيار الثقيل غادي نقدروا نخلقوا يعني شي حاجه اللي ما كايناش، ما نهضروا بشي حاجه اللي واقعيه. هاد الشيء اللي كاين كيف قلت لك هو تسير يعني وعود كاذبه، يعني كيقول لك مثلا غادي نقدر نجيب لكم لعبة في المستوى، جاب لعبة يعني مع الكامل احترامي ليهم كنظن بانهم هادو ما يستاهلوش انهم يلعبوا فريق الرجاء البيضاوي، لان فريق الرجاء البيضاوي كنعرف راه معروف عالميا، وعيب وعار ان يعني جمهور تبارك الله يعني كيدي بلاصه وكتشوف ما عندكش فريق راه فهمتيني خايبه بزاف، نادي كبير معروف عالميا ورجاء العالمي وطوماتيك ما عندكش فرقه راه فهمتيني صعيبه بزاف، يعني كنظن هذا الشيء كله خص يكون واحد النقطه اللي تكون يعني ايجابيه بالنسبه للرجاء. علاش ما كرهناش شي رئيس يكون في المستوى ويرجع للرجاء الالقاب والنتائج ديالها؟ هادشي اللي كنتمنى. وجهه النظر ديالك شكون كيبان لك الرئيس الاقرب لنادي الرجاء البيضاوي، شكون كيبان لك اللي يقدر يخرج الرجاء من الازمه ديالها؟ انا بالنسبه لي انا حاليا دابا رقم واحد يعني بلونسي وبغى يرجع بقوه هو محمد بودريقه، وكنتمنى ليه التوفيق لانه كانوا بعض الاغلاط حتى هو كان دار بعض الاغلاط، ولكن اوتوماتيكمون يعني كان واحد الانسان اللي هو خالق، كان واحد الانسان هو كيعرف كيفاش يسير الامور ديالو. كاينين بعض المنخرطين اللي كانوا كيحاربوه في الخفاء على ذاك الاسماء ديالهم، كاينين شي ناس اللي ما بغاوش هذا النادي هذا يمشي المسار البعيد. كنشوف هو يعني عارف الخبايا اللي كاينه في الرجاء، كنظن الى رجع غادي يعرف كيف يجري اي امور غتكون احسن من الاول. كنتمنى والله ان شاء الله تكون امور مزيانه، يعني متاكد انا مليار في المية بان بودريقه غادي يرجع ويرجع بقوه، لانه هو كيعرف الخبايا اللي كاينه في الرجاء واللي كاينه في الجامعه، هذا هو اللي كاين. بس علاش باش تقول بودريقه وجماهير دابا؟ وهي بصراحه انا بودريقه يعني كنثق فيه صراحه، واخا كانوا بعض الاغلاط وكنتمنى لي انه يكون عندي واحد المسار اللي هو جيد ويعرف كيفاش يضبط الامور ديالو، ما يحاولش يطيح نفس الاغلاط اللي كان طاح فيهم شحال هذه ويجري الامور. هادشي اللي كاين، وكاين يجي بعض اللاعبين اللي ربما عارفين بالمستحقات ديالهم ما وصلاتهمش، يعرفوا كيف ان الرجاء كتمر بازمه، يعرفوا كيفاش يقدوا الامور ديالهم مع هذا النادي هذا، وما يمشيوش يدعوا من الطاس لان عارفين الرجاء يعني كتبقى كبيره، وكنتمنى لهم التوفيق. هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.